أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. أرحب معي بضيفي لهذه الحلقة السيد أسامة خليل. بداية سعيد مساك أستاذ. مساك مساك أهلاً وسهلاً. كل الجزء. طبعاً سيد أسامة في البداية وحضرتك صاحب محل أسامة خليل تحديداً في عمان. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. والله هي المحلة اللي أنا حبيتها من زوري وما أستاذ صنعها وفيها فائدة وظلت فيها. نعم. تعرفنا أكثر عن بداياتك، كيف دخلت لمجال الحداد، كيف بلشت في هذا المشروع؟ أول ما بلشت كان عمري 12 سنة يعني وكنت أدرس. نعم. وظلت فيها يعني ما قطعتهاش حتى ما كملت دراستي، ظلت في الحداد. بس وأساس هي الخدمات المقدمة عندكم بالمحل، تعرفنا أكثر عن المحل ده؟ حديد، بواب، درجنات، كل ما يتعلق بالحديد. نعم، برأيك شو صار تميزك ونجاحك عن غيرك في هذا المجال؟ حس كل واحد بيلتزم بشغله، مثلا أنا باجي بدخل هذا الشباك إنه كذا أو باب مفتول أو باب وقع، أي شيء من هذا بنقفله إحنا. نعم. المصداقية لازم تكون موجودة. نعم، بس بالأصل شو رؤيتك المستقبلية للمحدد؟ أنت شو حاب تعمل لقدام؟ والله أنا بفكر أعمل مكارس معايا نفس المحل. نعم. مكارس، أجيب مكارس وأعملها أنا. نعم، بس تحكي لنا أكثر عن أهم المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتك في هذا المجال. والله في مشاكل وفي يعني بتكون أمور ميسرة، مش دائما مشاكل. يعني أنا عندي استعداد بس احنا ما في عندنا فرص في البلد اللي انت تشتغل زي ما بدك. يعني هذا الملف حقه 150 دينار. صيني. انا سويته على ايدي احسن من الصيني. هي. تحت الضغط. عندنا شباب عندهم قدرات يشتغلوا احلى شغل بس ما في امكانيات. نعم، ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله ماذا سوف تقول له؟ كثير. يعني عندي انا هون في 15 محل، في اربع محلات سوريين. الشغله اللي احنا بناخذها خمس دنانير بناخذها بدينارين. مثلا. نعم. الباب بقينا ناخذ ب 70 دينار مثلا وب 60 دينار، يعني اذا بربع 10 دنانير صار السوري ياخذ 40. وصرنا نشوفهم بالورشات. يعني اثروا علينا كثير. يعني معظم الشباب هاي المحلات كلها محلات مسكرة من ورا سوريا، هاي بس من اول الشهر لا كله سوريا. بس استاذ اسامة اكيد في حد ترك بصمة بحياتك وشجعك واعطاك الدافع لتوصل انت لهي المرحلة، فانت لمين بتحب توجه رسالة شكر ببرنامجنا؟ والله لكل شاب نقول انه مثلا فاشل في دراسته او كذا يرجع لاي صنعة، مش شرط صنعة محلات، لاي صنعة. يعني زي ما قالت كيف ممكن أعزائي المشاهدين التواصل مع محلة أسامة خليل؟ تحكي لنا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. البيع المنطقة الصناعية بجانب محلات الأخرى. نعم. وبنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيد أسامة خليل على حسن فطولنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا إلى أستاذ نورتش. أهلا وسهلا.